انزلناه في ليله القدر انياكو اوردناه قرانا بزج بتلاقچو ليله ليله القدر تقول فلان ذا قدره عند سو ستناجر كليكو ذا قدر يتلاقن تلال ليله القدر يتلاقچو ليله تلات بزج بتباركچو بتلاقچو ليله الله قراننا اوردناه على والمراد بإنزال القرآن إنزاله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا الله سبحانه وتعالى كلوح المحفوظ أورده ود سماء الدنيا أورده بزج لليتني تورده لك النواحينه كما قال ابن عباس عبد الله بن عباس النجر من اللو أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا الله سبحانه وتعالى لوح المحفوظ لي قالوا سوزن قالوا مزجب قراننا ورد ودمن بيت العزه ميبال عندنيو سماي لي يالا بيت الله ودذا قران بكبر ورده بزاش ليليت ني ورده كذا ابو هلسا ثم نزل مفصلا بحسب وقعه في 23 سنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بهلا ب 23 عامت كسماي بالو كبيت العزه يورد انداس فلاغنته الله ورده بحسب الوقع نغتمن ويسالونك اندي بلا يطيقوال اندي بلا ملس ستسيل الله يوردنا جبريل وحي يكتاتل يورداتشوال ب 23 عامت كسماي ود مريت ورد الله سبحانه وتعالى بزج بتكبرت ليليت نو قرانن كلوح المحفوظ ود مجمره السماي يوردو تلاك ليلتنات وما أدراك ما ليلة القدر على الله إن أنزلناك في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر من أصوك إيجل ليلتلال مفسرك من الالو وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها من أصوك أمالته يليلت كباد النتل الناقر ليلة القدر تلك النتل مجلسنا لما قواتنا كزام بوهل الله سبحانه وتعالى بسست نتبوش قلسوا بسوست عبيت قدايوش لك انتو انا برارة تلك لليتنات من على الله سبحانه وتعالى ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر اتشل لتكوي ثلاكة شلاليت خير من ألف شهر كأند شور تبلت ألج كأند شور بليت مزن ألج كأند شور أند ور أدل وين أند شكان أدل أند شور በአመት ሲለወጥ 83 አመት ከአራት ወር ማለት ነው ኢች አንዱ አለለት ስብሃንአላህ قال المفسر مفسرش من يقولوا العمل الصالح في ليله القدر بذلك ليله تكون مسرى خير سرى خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليله القدر عند شهر كم مسرى عباده يبلطشنا بذلك ليله عندي تنباب التانبا الله ميصف له بزاش لليت ليلة القدر الله وفقه الله لاتشن يوفقنا وفقنا يا أرحم الراحمين الله يكتمن وفقه بزاش لليت دعاء استرق انباب قنش بيعرف عندي شور اندالك استرق ويصف له عندي شور ويم سمعني سوستامت كاراتور ستالك سندنبر دعاء بتارق عندي شجزي عندي شور دعاء اندارك قرآن بتكر عندي شور قرآن دك الرح يصف له سبحان الله من أين تفضلنا نقر قنيهن تالك سقا نبي صلى الله عليه وسلم لساتشو لأمتاتشو بالو إزنت يتسطن سطوتانو عندي تلاليت بأند شور يتشالي أجر متاسقي من هنا مسألاتشو روى ابن عباس ومجاهد عبد الله ابن عباس والسلالة في الحديث لي أن رجولا لبس السلاح وجاهد في سبيل الله 1000 شهر كنياب في تبنبرو هزبوت شوست ادمياتشو رجاجم نبر عندش سباتمتو اندي نبر منورد يقدمت تولدوش نانا عمراتشن عجروشي نبي أمتو ادمياتشن سلسا سباس كمتو اندينا عجرنو ادمياتشن كان يافيت ينبر سلا عند صالح سو نبياتشن جبريل متو نقراتشو من عالاتشو عند سو نبر عالاتشو سيفون اندازة عند شور ستاق عند شور سمانيا سوستامت كاراتور سيفون يزو بالله من قد في سبيل الله عند تاقل جبريل متو لنبيون نقراتشو فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون من ذلك نبي صلى الله عليه وسلم انه صحابه اشتقرم عند شور بالله من قد ستاقل وتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأمته فقال يا رب لأمته شهين سجان دي أغنيو تكوجو اللهم نار يا ربي جيتاي جعلت أمتي أكثر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا جيتاي ينين أمتو تشنكو ادميات شونات شراركو سرات شون تنشارك بي كن زاقان ديت فلي ودا الدرا اللالو عليك الصلاة والسلام جكتات شو أمتي أمتي እንዴት ብለው ታዲያ ወዳደራሉ? ንዛ እድሜ ሰጣቸው ብዙ ብዙ ዒባዳ አድርጓል። የኔ ኡመቶች እድሜያቸው አጭር ሚሰራት ስራ ትንሽ እንዴት ነው ከነዛ ጋር ይወዳደሩ አለ። فعطاه الله ليلة القدر عبد الله بن عباس من يلالو الله سبحانه وتعالى ايش ليلة القدر ايش تلاقوا الليلة تكبرت شو الليلة ستطع ستات شو كذا الله من الوقال ليلة القدر خير لك ولأمتك من ألف شهر جهد فيها ذلك الرجل ايش ليلة القدر عنده على ليلتكو يا سو عند شور يا في سبيل الله سيف مزك توقعوا يتشعل أجر ستات شو حلالة الله لذي امه شلمات ستو عنديت للي تتباب كدعاء صارك تادرال عند شور دعاء اندادرك عباده اندادرك يصافلحال سبحان الله لذيهم بلو امام القرضاوي من يلالو ايهن حديث اياذو سيناغرو اتش ليله القدر كو مالت يلالو من داوا 100 امت اند تسطو سو مولون عباده اندادرغو سو مالت نو يلالو منو 83 امت كاراتور ይአለ ሲደመር ሰው ይብሉግ እስኪደርስ ድረስ 15 አመት ሲደመሩበት 98 አመት ከአምስት ወር ይሆናል ተክሪበን ይላሉ 100 አመት የተሰጠው ሰው ሰርቶት መሄደውን ኢባዳ በዚች ለሊት ኢባዳ ሲያረጋ ያደረሰው ያገኛታል ይላሉ ትልቅ ጸጋላት እቺ ለሊት إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لأن الله من قاله تنزل الملائكة ملائكة تشورد له بزش لليت لك أنه هو للتنية هنو بزش لليت ملائكة كسما يزنبال والروح جبريل أبراتو فيها بزش لليت بإذن ربهم بقيز تاتشو فكاد من كل أم يجي تاتشو انتزازيزو بزش لليت ملائكة تشورد له يقوانك علماء وشمين لالو ما قال تنزل ملائكة تشكو تنزل على لم الله له بل قال تنزلوا بلغان صار يليل تنزلوا مالت حشود الملائكة بتقام بزو ملائكة مزنب مالتنا لكن دزنا ميراق فبتنا كسماي ودمريت ملائكة جموع وجموع جماعة جماعة يهون ميور دبتنا تقامي تبارك لليت وهي لليت لزان الله سبحانه وتعالى لابو تالي إنا أنزلناه في ليلة مباركة ياكو قرآن بتبارك ولليت أوردنا ولان بزي ملائكوش ميزن ببت سماينا مريت بملائكة ميوات ببت كلاي ملائكة نزنا ميزن ببت لليتنو الله أكبر من أين تلك أنان وليلة القدر يا زتشو ليلة القدر الله ليلان سيفوان سيجرس من على سلام هي السؤال لتكو سلامنات حتى مطلع الفجر صحيح سكتوت أدرس فجر سكتوت أدرس ملو لليتن سلام يسفن ببات لليتنات سلام يتصفنبات ولتنيا ودم منالو تسلم فيها الملائكه على المؤمن بزي ليله السلام هي مالت ملائكه صلاه لكم المؤمنين يمتو سلام عليكم يا ريزيرات سبحان الله ديت يا ليله نو ولا يقدر الله فيها الا خيرا وسلامه لبني الانسان الى العلماء وش منالو بزي ليله سلام هي مال الله بزي ليله للسو زروج سلام انهم يصفوا سلام انهم يصفوا بزيش لليت لأ الله سبحانه وتعالى خير انه لسو لجوش ميصف الله جو سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر تلك لليتنا اتشي اللي ما غنيتنا نبي صلى الله عليه وسلم السركا رمضان السركا سيكرو بزيش لليت سلام التقين مروه سيسا قدو هاترال اتشي لليت لما غنيت سبحان الله اتشي لليت الله سبحانه وتعالى ለአመቱ የሚሆነው ለአመት የሚፈጸመው ነገር የሚጽፍበት የሚደነግግበት ለሊት ነው የሚወስንበት ነው ለዛ ነው ለይለቱል ቀድር የሚለው بفتح الدال ተቀርቷል ለይለቱል ቀድር الله سبحانه وتعالى ميصفبت ميوسنبت ليلة القدر يعني ليلة تقدر فيها الأمور لعام قابل لو دفت ميونون لزارة مدرس كزارة مدرس ميونون نقر الله ميصفبت ليلتنا
وهي ليلة تقدر فيها الأشياء من الأجال والأرزاق والخير والشر. الله سبحانه وتعالى كرزق بكل كلي زارمت ده نبر لزيامت كحفتاميون يفتن كلي هبتامون نبر عايز هبتوك ودونجل كالتوتال كصلاة عرقوتال كعبادة عرقوتال إنه يكما ميوسن بثلا لتنا أنت بزي بميوسن بثلا لتلي يتني هلهو صلات لينا ويستنيتني هلله راسات جنديك سلزي الله أن يعني يا رب يا اللي صعف لنا يا رب خير صعف لنا بزي ولليت يا رب خير وسن لنا من لبت ريتنا اجتهاد ما بزات اللبن فيها يفرق كل أمر حكيم على بزش لليت الله كل النقر أمي وسن بات أمي فرد بات لليتنا خير صعف لنا زن صلات لي مولا اللبن سجود وردن يا رب خير صعف لنا لجوتشن صالح درقلين صالح مستستين رزقين باركو إيماني ناطن كرلين إيانا خير نديس أفلن أما نتاق قلبت لليتنا أي ليلة هي ليلة القدر يتنو على ليتنا كرمضان است نهونج قرآن النقر الله سبحانه وتعالى من إلال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان قرآن توردبت ورنو إلال تقمو ليلة القدر قرآن يتورد بات مشيت سلونج رمضان اسمه ما طرد طريلهم إن أنزلناه في ليلة القدر بلال تقمو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بلال إتشل ليلة رمضان اسمه ما طرد طريلهم قلن رمضان يتلينات نبيه من دنا قنيت أقادر رقول لن منالو ثم هي في العشر الأواخر بمجرشو عصر كانت وشنو ذا last 10 days يمجرش وعصر كانت وشوس يقول عليه الصلاة والسلام نبيه من الالو تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر تتأبع بقوت برمضان يمجرش عصر كانت وشلالو متفق عليه بخير النواصل يزق وزقب عنه إذن رمضان يتوستنات مالتنا هون كلا وناقين رمضان وستنات نعم كرمضان وستنات مويتنات بمجرش وعصر كانت كزام نبي يذلت أبرا الروت منالو ثم في الوتر بقودلو كنا جستنو عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج إليهم صبيحة 20 فخطبهم نبي صلى الله عليه وسلم رمضان بهون بحياة نوكان وطنا خطبة درقوا محاضرة درقوا منالو إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها نكو الله ليلة القدر أسعي كانوا يتنلونش زرقن رسات ويم ترسين فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر المتفق عليه قنالو عشر الأواخر بمترش عصر كانت فالقوات كذا وصدهم بقولوا لك أنا تتشعلو قولوا لك أنا تتشعلو معناته هيا أنت هيا سوس هيا أمس هيا سوا تهزتك بالنزي فالقوات كالنزي يستعد زل معلو إيجي أنت شواري هالأجر من التسكين فالقوات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صحابوش كزيه مالفو إن عبد الله بن عباس إن ابن كعب أبي بن كعب اي ها سبعتني على ليتنو بلوس كما عمل الدرسوال قل صحيح ابن حجر فتح الباري لين تناقروا والصحيح الا يقين في ذلك برقت انينت اتشل ليتنو مالت اي تشالب نبيهم زوريهو النونج كللو النونج اسايو بتيكل اتشل ليتنات بلو التناقرهم وقد تعدتت الاقوال في تحديدها حتى بلغ بها الحافظ ابن حجر 46 قوله قطران 46 علماء تشالوبت بزيكنات بزيكنات سيز بتكل تشنات لمالت ايتشال كللون جماوك تشلال متاغل علبن تشنا شرون اواخيد اجتهاد ما ترك علبن مسجد اعتكاف جبتن تراحي سناقوم تهجد يسجدن تجل من نادرغبات ورنو علماء شمل يلالو ايتشل لي تادي الله لمن نو بتكل يالنغرنالو ولله حكمه بالغه في اخفائها عنا الله سبحانه وتعالى مدبككو لنيا يا الله انت طبب نو ميعسيو فلو تيكن اي ليله هي يتنيو ليله مشيت نورش بناقوكو لتراخت العزائم طوال رمضان سميتاتشن مولو رمضان يتنيانا ايش الليلي تبتشا تقبقان هيا سبات نتكتبال هيا سبات بتشا تنستن بمسكر لي انتر نبار الله سبحانه وتعالى ليلون ممكن بعبادة لنتكب دبقا بتشا كللو النقر أصروا كان زهرينات نقنات يالا باتقات الدنسرة بزو عجر الدناغي السوزان لسنة طرو من دايما الدان زند وهذا كما أخفى الله تعالى عنا ساعة الإجابة في اليوم الجمعة الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي الساعة اللج عند باريا دعاء درقو الله يحجن ساعة يقتمهم الشيطة بالبيه وننجي الله يحجن رقلت بيه وننجي
ሰዓቷን ግን አልተናገረም። ጧት ነው፣ ዙሁር ላይ ነው፣ ኹጥባ ላይ ነው፣ ባዕደ ልዓስር ዑለማዎች ተኻለፉባት፣ ደበቃት። ለምንድን ነው አሉ። ሕክማው ጥበቡ ለምንድን ነው? ሙሉውን ቀን ጁማዓ ዱዓ ስታርግ እንድትሆን አሁን ነው ትላለ ዱዓ፣ ኋላ ነው ባዕደ ልዓስር ሙሉ ቀን ዱዓ ስታርግ እሷ መሀል ላይም ታገኛታለ። የሌላው ሰዓትም የዱዓ አጅር አለ። ሕክ አላህ ለጥበቡ ነው ይሄን ያደረገው። ልክም እንደዚሁ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እስሙላህ አልአዕዘም የአላህ ታላቅ ስም አለ። አላህ ስሞች አሉት። ከነዛውስ የአላህ ታላቅ ስም አለ። በዛ ስም ከተጠራ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የጠየቅከውን ነው የሚሰጥ። ኢዛ ዱዕየ ቢሂ አጃብ ወኢዛ ሱኢለ ቢሂ አዕጣ ይላሉ። ከጠየቅከው በዛች ስሙ አላህን በዛች ስሙ ከጠየቅከው አላህ የፈለግከው ነገር ይሰጣል፣ ያልከውን ነገር ያደርግልሃል። እቺ ስም ግን ልትታወቅ አልቻለች፣ ደበቃል። ለምን አሉ ዑለማዎች፣ በሁሉም በአላህ ስብሓነ ወተዓላ ስም እንጠራው ዘንድ ነው። እንድለምን ያ ረሒም ያ ከሪም ያ ረሕማን ያ ወዱድ ያ ሸኩር ያ ገፉር ሁሉን እንድንለው ዘንድ አላህ ደብቃል። በሁሉም ዱዓ ስታርግ የሁሉ አጅር አለ። ምናልባት ደግሞ እሷ መሀል ታገኛታል። ልክ እንደዚሁም አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለይለቱል ቀድርን ደበቃል። ብቻ አሽሩ ለአዋኺር ላይ ናት አለ። ከዛም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘርዘር አድርገው ዊትር ላይ ጠብቋት አሉ፣ እንድንታገል የተደበቀችው። ወረወ አልቡኻሪዩ አን ዑባደት ብን ሳሚት ቡኻሪ عبادة بن الصامت باستلالفوت حديثه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر. نبي صلى الله عليه وسلم عندي وطو ليلة القدر لنقرنا فتلاحى رجلان من المسلمين كمسلمو تستخل السوش تقاج. شوف تباتشن انجدي نتك خير اندم ياركن اي تنازع وتخاصم خل السوش تتعلو. فقال نبي مسجد قبنا منالو خرجت لأخبركم بليلة القدر أنكو ليلة القدر يتنو على ليس دونش لنقرأ تسوطا فتلاح فلان وفلان قالينا قالي تتعلو يعني فروفعت تنساش كني أي من قلبي فنسيت تعينها يتنو عن دونش لمليت أني تنساش بي الله أكتوان كني عن السات وعسى أن يكون خيرا لكم السجن لمن نساته بتك على من قري ከአላህ ዘንድ ኸይር ይሆንላችኋል፣ እንድትታገሉ ታስቦ ሊሆን ይችላል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን የትኛዋ ሌሊት ናት ብሎ መወሰን አይቻልም፣ ግን ክልሏን አሳይተውናል። በዚህ ክልል ውስጥ መታገል አለብን። ክልሉ ደግሞ ሐሽሩል አዋኺር ላይ ነው። መጣር መትካት አለብን ኢንሻአላህ። ወላኪን ለሃ ዓላማት ይቺ ሌሊት بتكل بات التوق ملكت جن دالت النبي صلى الله عليه وسلم تناقرال. وقد ورد لليلة القدر علامات ملكتوش بزور دولات شوال. ግማሹ ከትከሷ ከወጣሽ በኋላ ጧቱን የሚገለጽ ሲሆን፣ ግማሹ ደግሞ በዛችው ለሊት የሚከሰት ነው። በዛው ለሊት የሚከሰተው ክስተት ምንድነው? አንሃ ለይለቱል መጥሪ ወሪህ እቺ ለሊት ዝናባማ ለሊት ትሆናለች። ለይለቱል ቀድር ከሆነ ዝናባማ ለሊት ሊሆን ይችላል። አው ደግሞ ይንፋስ ለሊት ትሆን ትሽ ንፋስ የሚነፍስበት ደስ የሚል ንፋስ። ሌሎች ደግሞ ምን አሉ? አው አንሃ ለይለቱን ጠሊቀቱን በሊጀቱን ላ ሐራ ወላ ባሪዳ እቺ ለሊት ፍንትው ወግግ ያለ ሽቶን ትችላለች። በጣም ንፋሳማ የማይባል ወይ ሙቀት የማይባል መሀከለኛ አየር ያለው ለሊት ሊሆን ይችላል። ይታወቃል። መላእክቶች መጥተው ሰላም አለይኩም ሲሉ የሚሰማ ስሜት አለ ይላሉ ዑለማዎች። ሁለተኛው ምልክት ደግሞ እሷ ወጣ ካደረሽ በኋላ ይሄ ለሊት ከተከሰተ በኋላ የሚታየው ነው። ይሄ ምንድነው? አን ተዝሐረ ሸምሱ ሰቢሐተሃ ላ ሽዓአ ለሃ ፀሐይ ስትወጣጧት ብርሃኗ ቀንሶ ደብዝዛ ትወጣለች። ሱብሃንአላህ። እቺ ለሊት ከወጣሽ በኋላ ነው እንግዲህ የምታቀው ማለት ነው። ስለዚህ ምልክቶቿ እነዚህ ናት። ግን ሰዎች ባህላዊ ምልክቶችን ይጠቀማሉ። ኹራፋት ተረት ተረት ይሆነ ምን ይላሉ? ለይለቱል ቀድር ሲሆን ይላሉ ሰማይ ይከፍትና መላእክት ሲወርዱ ይታያል ይላል። እንዲህ ሚል ሐዲስ ዘገባ የለም። ይህ ባህላዊ ንግግር ነው። አንዳንዱ ደግሞ ልጅ እያለን ያስፈራሩ ነበር፣ አንበሳው ነው ይመጣብሃል፣ ለይለቱል ቀድር ቁም ብያለሁ እንዲህ ብለህ ታስጠነቅቀዋለህ ይሉና ቁርአን ትቀራበታል። ወሩሑ ካልክ ሩሑ ትወጣለች። ይህ ተረት ተረት ነው፣ ከነቢዩ ሐዲስ አልተገኘም። ምልክቶች እነዚህ ናቸው። ንፋሳማ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ዝናባማ፣ አሊያ ደግሞ አንተ የሚሰማ ስሜት አለ፣ አሊያ ንጽት ያለ ጎላ ያለ ምሽት ሊሆን ይችላል እንጂ የሚታይ የሚጨበጥ ነገር የለም። ለይለቱል ቀድር ለሊት ነው ብቻ፣ የተባረከ ለሊት ነው። በዚህ ብቻ ነው የሚለየው። ነገር ግን ለይለቱል ቀድርን ምናልባት የተወፈቀ ሰው ምን ብሎ ዱዓ ያድርግ? እናታችን አይሻ ለነቢ ስ ላ ሰለም ምን አሏ? ምን ብለው ጠየቁ? አረአይተ ያ ረሱላ ላህ ኢን ዋፈቅቱ ለይለተል ቀድር
أنت يا الله ملك تنيا ليلة القدر الله بيكتمين يا لليت تنقت بيكست من لبل من بيدو على درقستل نبي صلى الله عليه وسلم من الله قولي بلا شبي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله أنت يكرباي مهارينة أباك فاعف عني يكربا لي ماريني بلاش دعاء درجالك سزي يا ليل ليلة القدر مجني بتنو بلن كامنا إهن دعاء مدقا كمان لبن إن شاء الله تعالى سلزي إن شاء الله بزج لليت متاقل لبن إتشن أشهر الأواخر عبادة ما بزات لبن نبي صلى الله عليه وسلم إتشن لليت لما قيتنو عايشة ناتاتش دمتلو شد مئزرة لبسات شون طبق بك وأحيا ليلة لليت ملو بعبادة سالة فتنبر متنكرن يا مال لبن إن شاء الله تعالى